يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع الإشارة باليد عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ السلام حتى على الحي، ما هو بالإشارة. هذه تحية اليهود، يسلمون بالإشارة. سلم باللفظ، إنما يشير إذا كان المسلم عليه بعيدا ما يرى ما يسمعك، فأنت تشير إليه وتتكلم، تقول السلام عليكم، تومي بيدك لأجل ينتبه أنك تسلم عليه علشان يرد عليك، فهو ما هو بسلام. الإشارة ما هي بسلام، إنما هي علامة على السلام من البعيد. نعم.